أهلا بحضراتكم مرة تانية. الفقرة دي مخصصة للحديث بشكل تفصيلي أكتر عن الجوانب الفنية اللي بتترجم لأرقام، الأرقام وما تعكسه من الأداء، مؤشرات الأداء بالنسبة لفريق النادي الأهلي وأيضا منافسه في مباراة السوبر فريق المصري البورسعيدي، وأرقام كثيرة جدا بتتكلم وبتترجم كل ما قدمه الفريقان، وتركيزنا طبعا على الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وأداؤه في هذا اللقاء، وصولا إلى لحظة تفوقه بهدف وليد أزارو وحسم اللقاء لصالحه والفوز بالبطولة. ولكن خلوني بس هطرح سؤال الأول بره الموضوع ده، لأن أنا شخصيا اتفاجئت بالفقرة لما عرفت من زملائنا في فريق الإعداد في قناة الأهلي. أنا أعرف الاسم طبعا، إن زميلنا من الشباب النجوم الصاعدين اللي لعبوا الفترات وكانوا من العناصر المشاركة في منتخب مصر لكرة القدم في بعض مراحل الشباب أو الناشئين، وأيضا كان له تجربة على مدار سنوات في النادي الأهلي، تجربة احترافية خارج مصر، وأعلم مؤخرا كمان إنه بصدد إنه يكون من الإعلاميين الرياضيين وإنه هيكون زميل لينا إن شاء الله وتوفق بإذن الله تجربته في قناة الأهلي. لكن ما كانش عندي الدراية بأنه بيعمل كمان في مجال التحليل الكروي أو التحليل الفني لمباريات كرة القدم، فقررت أن أنا أبدأ اللقاء ده بأن أسأله صراحة. ضيفنا الكابتن عمر ربيع ياسين ونجل نجمنا الكبير طبعا صاحب التاريخ الطويل مع منتخب مصر والنادي الأهلي الكابتن ربيع ياسين، وله كل التقدير والاحترام على مشواره ومشاركاته سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر. كابتن عمر ربيع ياسين اهلا بيك. محمد ازي حضرتك؟ سعيد جدا بوجودك معايا النهارده حضرتك. وعايز اعرف ايه الحكايه، قول لي اين او عمر ربيع ياسين ايه موقفه من التحليل الفني الى تقديم البرامج او التحول الى اعلامي رياضي، وعمرك لسه صغير 29 سنه كمان، جيل مؤمن زكريا حسب عرفت منك ومحمد الشناوي حارس المرمى المتالق حاليا في النادي الاهلي. ليه توقفت او ليه مشوارك انتهى عند المرحله دي رغم ان ليك تجارب جيده حتى خارج مصر؟ طبعا في البدايه برحب بحضرتك، الف مبروك انضمامك للقناه، وجهه مشرفه طبعا، يعني طبعا مثقف يعني على درايه بكل حاجه، يعني زي ما حضرتك يعني بريزنتبل بسم الله ما شاء الله، فطبعا ببارك لحضرتك دي اول حاجه، ربنا يخلي حضرتك. تاني حاجه طبعا موضوع الاعلام، يعني حضرتك عارف انا كنت لعبت كرة في النادي الاهلي يمكن 10 سنين بلعب في النادي، احترفت بره في ناديين، سواء في الدوري البلجيكي في ديرس البلجيكي او سواء في الدوري الفنلندي، يمكن كان بعد الثوره. حضرتك عارف ان الثوره واحداث بورسعيد يمكن كان ليهم تاثير كبير جدا على مجريات الكره في مصر في الوقت ده، بنتكلم على 2011 كلها، وتجميد النشاط، توقف النشاط بالظبط، يمكن النشاط اتجمد حاطط بالرياضه في الفتره دي طبعا، يمكن النشاط اتجمد اكتر بعد مباراه الاهلي والمصري اللي الكره وقفت حوالي سنه، يمكن كانت في بدايه السنه 2012، فالكره وقفت سنه، فده اثرت عليا بالسلب او اثرت على جيل، يعني في جيل يعني من اللعيبه لو حضرتك هتيجي تبص دلوقتي تلاقي ان معظم لاعبي كره القدم اللي مبطلين صغيرين، يعني مواليد 85. ليه تحديدا؟ يعني قول لنا هل المرحله دي كان سنكم او جيلكم اللي هو ببساطه بيبقى عنده فرصه يا يطلع الدرجه الاولى في النادي الاهلي او ينتقل للفيرست تيم في اي نادي اخر او يبطل كوره، يعني مرحله الانتقال للفريق الاول؟ لا، احنا بنتكلم في الفتره دي، انا يعني الفتره دي حضرتك ليه الكره تاثرت بشكل كبير؟ لما الكره وقفت سنه طبيعي جدا ان انت عندك ما بقاش في جماهير تخش، ما بقاش في عائد، ما بقاش في يعني الراعي اللي بيبقى موجود على التيشيرت، الدعم، الايرادات بالظبط، انا بقول لك اي بروفيت كان بيجي لك من الكوره بشكل طبيعي كان قبل الثوره وقبل الاحداث، وطبعا حضرتك عارفها كلها، بدات تتمنع، فبالتالي الانديه بدات تقلل عقودها، فبالتالي حضرتك عارف التعاقدات، انت سنه من غير دخل، فانت دلوقتي كل واحد عنده التزامات، كل واحد عنده ارتباطات، كل واحد عنده اسره، فبالتالي حضرتك لازم تشوف بديل مجال اخر طبيعي بقى طبيعي. وبعدين حضرتك عارف ان احنا عندنا في مصر عندنا عيب كبير جدا في مصر في الكوره، انت بره العقد دايما عرف العقد في العالم ان انت العقد بين طرفين، طرف انا تعاقدت مع حضرتك، ما ينفعش انا الغي التعاقد من طرف واحد. بره هم عندهم دوري محترفين، ما معنى دوري المحترفين عشان نفسهم ان يعني كلمه دوري محترفين دي بنسمعها، دوري المحترفين معناه انا جيت مضيت مع حضرتك عقد 3 سنين، هنلتزم بالثلاث سنين الا اذا حضرتك عايز تمشيني بعد اول سنه تديني بقيه عقدي السنتين، او ان نادي ثاني يشتريك، او ان احنا بالتراضي نفسخ عقدنا. فهنا انت بره عندك بيامن لك مستقبلك، يعني انت ماضي 3 سنين، فانت 3 سنين عارف ان انت في المكان ده. خلينا نقولها بطريقه ثانيه وتقول لنا ده اللي تقصده ولا لا. تمام. ان في العالم كله
اللاعب يحصل على بنود في عقده بتحميه بدرجه زيه زي المؤسسه بنسب، لكن هنا دايما العقود لصالح المؤسسات على حساب الفرد. بالظبط، يعني حضرتك هنا كل نادي بس في كره القدم لا كل مكان. ما انا بقول لحضرتك ان كل نادي لا، ممكن على سبيل المثال ممكن شركه تيجي تمضي فيها عقد بعد سنه ممكن يعني يعمل لك اعاده تقييم ويشوف، لكن هنا الفتره دي بقول لك ما كانش في حد متامن خالص، فبالتالي انا كنت الفتره كمان كان سني 25 سنه وكنت بلعب، كنت لسه راجع من بره، فكنت على مشارف ان انا امضي في ناديين في الدوري الممتاز، نادي كبير يعني ناديين كبار جدا، لكن اللي حصل لحضرتك الكوره وقفت، فبالتالي كل العقود اللي احنا مضيناها خلاص ما بقاش ليها اي لازمه. وانت بقى في الوقت ده كمان اثقلت خبرتك كلاعب بعد مراحل الشباب والناشئين، خدت خبرات من الاحتراف طبعاً. في اوروبا في بعض الانديه الاوروبيه، فعندك فرصه تشوف بقى الفرص المتاحه قدامك، اما الرجوع لنادي الاهلي او لنادي اخر، لقيت الطريق مقفول في الوقت ده. فالدنيا مقفوله، فانا بدات احول الكارير كله، يعني بدات ان انا احول جنب الكوره، حاولت عملت كذا ترايل، سافرت بره، يمكن رحت جنوب افريقيا عملت ترايل بره، يمكن كان فريق سوبر سبورت اللي جنوب افريقيا المعروف جدا، يمكن كان زوما، اكيد الناس كلها عارفه زوما، لعبت مع زوما، لعبت مع ياري لتمانن في فنلندا، ياري لتمانن ده برشلونه واياكس امستردام وليفربول وناس متواضعه جدا، فالواحد الحمد لله اخذ خبرات سواء من السفر او سواء من ان هو احتك بناس كثيره جدا، وبعدين في نفس الوقت حضرتك الواحد كان بيذاكر مش دي الخبرات اللي خدتها من كابتن ربيع ياسين. الاب على المستوى الانساني حدث ولا حرج، كل ابن علاقته بابوه طبعا يعني مش ممكن يقيمها في مجموعه عبارات او يحكيها لحد، ان فيها مشاعر وتراكم خبرات طبعا. وعلاقه لسنوات عمرها ما هتتوصف، يعني دي داخل كل اسره. بتكلم على مستوى لاعب الكره الكبير مع حفظ الالقاب ربيع ياسين، هذا النجم الكبير، استفدت منه ايه في مشوارك؟ يمكن بابا استفدت منه يا استاذ محمد حاجات كتير جدا، ممكن الخص لك كده حاجات نقط سريعه جدا. طبعا يعني بسم الله ما شاء الله، الاخلاص في العمل ده حاجه مهمه جدا جدا جدا، انا بحب اشوفه دايما بتفرج عليه. عارف لما حد يكون بيشتغل زي ما يكون حد باصص عليه زي مش باصص عليه، ده ربيع ياسين يحب دايما شغله، يحب يخلص في شغله جدا، يحب دايما ما يغلطش في حد، ودي يمكن الحاجه بجد يمكن انا جربت الحمد لله الحمد لله ان انا عمري ما عادي حد، ان انا دايما لما بطلع سواء بقى في اي في الكوره في التحليل في الشغل في الانتخابات الحمد لله شكر لله، يمكن نزلت انتخابات النادي الاهلي نزلت مستقل الحمد لله، كسبت احترام الجميع وكسبت يعني اعضاء جميع العمال اللي موجوده، كل ده طبعا بتعليمات او 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 بحاجات انا واخدها من والدي. بنتكلم على يعني طبعا الاخلاق والادب وطبعا الحرص على طبعا السلوكيات والاخلاقيات. كان ايه اهم توجيهه الرئيسي لك لما قررت تخوض انتخابات النادي الاهلي؟ ما نخسرش حد، ما ينفعش نطلع نتكلم على حد بشكل وحش، احنا مستقلين مفيش حاجه اسمها دول حبايبنا ودول حبايبنا لحد اخر وقت، يعني لحد اخر وقت، وبعدين الحمد لله شكر لله. يمكن يا استاذ محمد انا صغير في السن 29 سنه ويعني وخدت 7398 صوت، ودي يمكن عمرها يعني نادرا لما حد مستقل، وكمان انا نازل في اصعب وقت انتخابات في تاريخ النادي الاهلي، عمرها ما هتيجي اشخص من الانتخابات دي، فعدد كبير جدا، ويمكن في اسماء نزلت مستقلين قبل كده ممكن يكونوا ما اخدوش الاسماء عدد الاصوات اللي انا اخدتها، بس بفضل ربنا رقم واحد، رقم اتنين اسم ربيع ياسين، ثالث حاجه التعليمات اللي انا ماشي بيها الكابتن ربيع ياسين بيديها لي زي ما بقول لحضرتك، اللي خلت عندك قبول بين الناس يعني بين الناخبين حد، ودايما كان بيقول لي حريص جدا على حاجه، لو انت واقف مع مين او بتتكلم مع مين الاذان ياذن روح صلي على طول، يعني روح صلي على طول عشان ربنا يبارك لك في الحاجه اللي انت بتعمل فيها، يعني دايما حاجات كان بيفضل يتكلم عن حاجات يمكن حاجات صغيره لكن مؤثره جدا جدا، والحمد لله عملت رد فعل كويس جدا ليا مع الناس. طب كلاعب كوره لما كنت بتتفرج على تسجيلات ماتشاته او شفت مجموعه كبيره من مبارياته وانت طفل صغير، مش هقول لك شاب كمان، في مراحل الطفوله، ايه اللي كان بيلفت نظرك في ادائه بعيدا عن كونه الاب؟ يعني ده الاب هيخليك تركز معاه اكتر، تبقى عايزه ينجح اكتر، وتبقى خايف عليه اكتر وهو في الملعب من اي اصابات او اي ضرر ممكن يحصل له، لكن على مستوى لعيب الكوره الناشئ شوف ابوه في الملعب نجم كبير، ايه اللي كان بيلفت نظرك فيه؟ انت عارف حضرتك يا محمد بالصدفه ان انا طبعا بابا كان باك ليفت بيلعب باك ليفت، بالصدفه انا طلعت اشول اصلا، يعني بابا كان بيلعب برجليه اليمين والشمال لكن هو اصلا ايمن، ناس كتير ما تعرفش المعلومه دي، ناس فاكره ان الباك ليفت فباك ليفت، ربيع ياسين يمكن من القلائل اللي في مصر اللي بيلعبوا برجليهم اليمين وبيلعبوا في مركز الظهير الايسر، فبالتالي انا اتولدت اشول تمام، وبعدين لعبت في نفس المركز، يمكن اللي وظفني في المركز ده كابتن بدر رجب شاف فيا الصفات والسمات اللي تؤهلني ان انا العب في مركز الظهير الايسر، كان بيعجبني فيه حاجتين، ان هو دايما باك ليفت بس مش باك ليفت، هو دايما كان بيجيب الاهداف ويحب ان هو يهاجم ويحب ان هو يكون مشارك في اهداف، فدي كانت حاجه شداني جدا جدا في طريقه لعبه. الحاجه الثانيه السرعه الرهيبه اللي عنده، كان سريع جدا جدا بالكوره ومن غير كوره، فيمكن كانت مميزه عندي.
حته السرعه الحمد لله. يعني على فكره انا عندي فيديوهات على الانترنت وموجود ليا كذا حاجه يعني الحمد لله. انا بص لحضرتك، انا دايما ماتشات الزمالك كنت بلعب ماتشات الزمالك من وانا صغير، كان حازم امام الظهير ايمن اللي بيلعب دلوقتي هو ده كان الباك رايت اللي كان بيلعب ضدي، فعلى طول ماتشات من الاهلي والزمالك حازم سريع جدا، يمكن انا سريع، كان ماتشات بتبقى مميزه جدا ان الاثنين الباك ليفت والباك رايت دول بيلعبوا على بعض بيكسروا بعض وسبرنتات وكروسات اللي دايما الناس تاخد نظر يعني تاخد بالها ان ده بيسموه مباراه خاصه، والحمد لله من انا من بينهم انا من انا شغل جامد في المباراه دي في الملعب، يعني انا من الناشئين القليلين الحمد لله شكر لله اللي جبت يعني هدف في الزمالك وانا في مراحل الناشئين. زي ما بقول لحضرتك انا جيلي كان لعيبه مميزين جدا، كان مؤمن زكريا مش بس زميل، لا زميل واسرته، كان طبعا والده ووالدته بييجوا معاه هو، يعني احنا كلنا الشناوي بنتكلم على احمد عادل عبد المنعم، بنتكلم على مجموعه، بنتكلم على موجودين دلوقتي في النادي الاهلي، فحضرتك بتتكلم على فعلا مرحله في حياتي انا كنت اتمنى ان انا اكملها. طب ما كانش في فرصه يعني ده هختم بيه الجزء ده من حوارنا عشان ننتقل للاحصائيات الخاصه بمباراه السوبر، وهيبقى ان شاء الله في مساحه ثانيه في الفتره الجايه. هختم بسؤالين، الجزء الخاص بالصبر، التجربه، محمد الشناوي كان له تجربه سابقه وصعد وظهر واسمه تعرف في النادي الاهلي، لم توفق التجربه، ما كانش له مكان في الوقت ده وخرج لاكثر من نادي خارج حدود النادي الاهلي ورجع بقوه ورجع دلوقتي، اعتقد ان خطواته يعني اكبر من ان احنا نوصفها النهارده، ماشي بثبات وثقه ونجاح كبير بيحققه مع اثنين حراس عندهم خبرات كبيره جدا، شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم. هل ما كانش عندك الفرصه انك يبقى في بدائل متاحه تاخد وقتك في الملعب لان سنك صغير وعاده اللي بيخلي لاعب يبطل في مرحله 24 سنه بتكون اصابه معوقه عن الاستمرار في الملعب؟ انا كنت في تيرن اوفر، يعني اما انا اختار الكارير ده اما اختار الكارير ده وانا وحظي، وبعدين يعني حضرتك طبعا بالمشاوره مع والدي ما حبيتش اخد ريسك، بمعنى معظم اللعيبه اللي كانت موجوده دلوقتي كان لها عقود مع انديه، فبالتالي كانت موجوده، انا كنت جاي من بره ما عنديش عقد، فبالتالي انت كاي نادي او كاي اداره مش عارفين ايه اللي هيحصل في الكوره، هل الكوره هتكمل، هل الكوره هتتوقف، فبالتالي هو مش هيعرف ان هو يدخل اي عقد جديد بدون ان هو يبقى عارف ايه الوجهه اللي جايه، فبالتالي قررت بالمشاوره مع والدي ان انا انقل الكارير. وبعدين هقول لك على حاجه، والله فعلا ربنا عمره ما بيعمل حاجه وحشه لحد، يمكن انا غيرت الكارير وبدات ان انا اشتغل لحد في الوقت، يعني في الوقت نفسه انا قلت انا عندي هدف تاني ان انا بحب الكوره عايز اكمل في الكوره، فليه ما طب ليه ما جربش اخش في مجال الاعلام، بحب الملعب، بحب التحليل، بحب ان انا اتكلم، بحب ان انا دايما ابقى ابين وجهه نظري، بحب ان انا اذاكر، يعني دايما اتفرج على الدوري الانجليزي والايطالي والاسباني واتعلم منهم واذاكر، يعني حتى لما انا كنت عايش بره دايما انزل اتفرج على المدربين ازاي بيتعاملوا. لو اتفتح لك المجال في الاتجاهين تبقى مذيع رياضي ناجح، يعني عندك الفرصه، لقيت فرصه هتصعد فيها كاعلامي رياضي وتاخد فرصتك وتبدا ان شاء الله الخطوات تتوالى، ولا تكمل في كارير انك تبقى محلل فني للمباريات سواء على مستوى المباريات الدوليه بالانتقال لاي تجربه داخل او خارج مصر او في اي منطقه من مناطق الاعلام الرياضي في العالم العربي او في اي مكان في العالم او حتى داخل مصر مع التوسع اللي بيحصل في النشاط الاعلامي الرياضي والاستثمار الرياضي، ايه اللي بيستهويك اكتر، ابقى ضيف ومحلل فني ولا ابقى مقدم برامج؟ طب انا عايز اقول لك على حاجه، بص يمكن حضرتك انا شايف ان هما الاثنين جزء يعني كل يعني هما الاثنين جزئين، بسبب ان حضرتك يعني حضرتك عشان تبقى مقدم رياضي زي حضرتك عندك باك جراوند محترم جدا 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 عن الكوره وعارف عندك نوليدج عاليه جدا في الكوره، لكن انا دلوقتي هبقى مقدم مثلا مقدم وعندي موهبه التحليل، ممكن لما يكون هتضيف على جنبي ضيف قيمه كبيره جدا ما اعرفش اساله الاسئله اللي المفروض تتسال، فبالتالي الاثنين يعني. وبعدين غير كده حضرتك عارف ان احنا نادي القناه الاهلي، احنا ولاد النادي عمرنا ما نتاخر عنه، مذيع اهلا وسهلا اقرا نشر. لا قبل اللقاء حقيقي قلت لي ان انا مع النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، انك شخصيا مع النادي الاهلي في اي مكان يطلبك فيه سواء للنادي او القناه، ودي اكيد يعني الرساله دي بتاكدها مره ثانيه، بس بسالك على ميولك الشخصيه، تجاربك حتى الان بتقول ان انا ميال اكتر ان انا ابقى مذيع رياضي ولا هي الفرص اللي انا موجود فيها الفرص اللي انا موجود فيها حاليا هي محلل، اطلع اتكلم على دوريات، اتكلم على طرق لعب، اتكلم على فنيات، اتكلم على احصائيات، اتكلم على ارقام، ومن جواك شايفها او مقتنع انها ما تتناقضش مع حاجه. على فكره حضرتك عارف طبعا دي اصعب، طبعا المقدم حضرتك بتتكلم اقل بكتير من المحلل، من الضيف المحلل الضيف بيتكلم كتير جدا ومحتاج يحضر بدرجه كبيره طبعا، بيتكلم عن احصائيات وبعدين مذيع مع اير بيس مظبط نفسه، لكن
لكن المحلل بيبقى الموضوع ايه، بيبقى كمان بيحتاج ان هو يكون اكيد. لكن شايف مفيش تعارض بينهم؟ لا طبعا مفيش تعارض بينهم لو هم وبعدين حضرتك يعني في الوقت اللي احنا فيه 2018 اعتقد ان الموضوع ان المجال بيسمح للكلام ده. زي ما بقول لحضرتك لازم تكون المذيع لازم يكون عنده نولج كويسه جدا جدا وعلى درايه من الماده اللي بيقدمها. واكيد حضرتك عارف سيدي العارفين يعني، وحضرتك يعني واحد من المميزين جدا. ربنا يخلي حضرتك لو ربنا وفقك وكملت في الاتجاهين مع بعض ان شاء الله تكون اضافه وتكون موفق جدا ووجه مقبول وناجح في مجال الاعلام الرياضي ان شاء الله. معلش خدنا وقت شويه عشان حبيت انقل لحضراتكم يعني معرفه الامور والتفاصيل اللي انا في البدايه كنت حاسس بقدر من المفاجاه. يعني عمر كان عامل لنا مفاجاه في ظهوره باكثر من شكل، بس بنتمنى له طبعا كل التوفيق في تجاربه حتى لو قدر يجمع بين اكثر من تجربه داخل هذا المجال الاعلامي الرياضي. نتكلم شويه عن مباراه السوبر. تمام، هسيبك تحكي للجمهور بقى تقول لهم رؤيتك كامله بعد ما درست الموقف ووصلت الاحصائيات الكامله للمباراه. قلنا طبعا بنبارك النادي الاهلي طبعا على حصوله بالبطوله، يمكن بطوله مهمه جدا. حضرتك عارف ان دايما النادي الاهلي دايما بيسعى الى البطولات. النادي الاهلي يعني بسم الله ما شاء الله السمه الواضحه امبارح من المباراه هي اللياقه البدنيه العاليه جدا عند النادي الاهلي. النادي الاهلي بدنيا واقف على رجليه من اول دقيقه. يمكن بدانا اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه النادي المصري بيحاول يضغط على النادي الاهلي، بيحاول ان هو يعمل مجهود كبير جدا على النادي الاهلي، يفسد بعض الهجمات، يحاول يخترق من العمق، يحاول. لكن النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله اللياقه البدنيه العاليه جدا جدا. وانا بؤمن دايما استاذ محمد بالتخصص، بمعنى ان كابتن حسام البدري هو انا بس عفوا هطلب منك انك تتحرك بحريه ما بين شرحك بشكل مستفيض للمباراه بشكل عام وبين اي لقطات بتلفت نظرك في اللقطات اللي بنتابعها مع المشاهدين دلوقتي لو حبيت تتكلم عنها بشكل تفصيل. تمام، فبمعنى ان احنا حضرتك ايه هتلاقي اول ربع ساعه زي ما انا بقول المصري ضاغط جدا عندنا، النادي الاهلي بيحاول يقفل كل مفاتيح اللعب، بيحاول يجبر النادي الاهلي على ان هو يلعب على الاطراف، وبنفس الوقت هو كمان كان قافل الاطراف. فبالتالي لو احنا بصينا هنلاقي ان النادي الاهلي بدنيا بسم الله ما شاء الله في ال 120 دقيقه واقف على رجليه كويس جدا. النادي الاهلي جاب هدفه نتيجه من كوره مهاجمه ضغط فيها على حارس المرمى، استخلص الكوره وجاب بيها هدف. 120 دقيقه واقف على رجليه. النادي المصري ممكن نقول ان هو طبعا اللعيبه يمكن خبره لعيب النادي الاهلي الاكثر الطبيعي، يعني ده امر طبيعي من النادي المصري، اكيد حسمت اللقاء. يعني حضرتك لو بصينا على الاحصائيات هنلاقي كمان ان التسديدات على المرمى الاهلي مسدد 18 تسديده، المصري مسدد 6. يمكن 18 دول لو اخذناهم هنقسمهم لجزئين، جزء على المرمى وجزء خارج المرمى، لكن بالتالي هم محاولات. يعني 5 كرات ما بين طبعا ما بين القائمين والعارضه، 5 كرات للنادي الاهلي مقابل 13 واحده خارج المرمى. النادي المصري 3 على المرمى و3 خارج المرمى، فبالتالي ده يوضح قد ايه طبعا يمكن حجم الضغط على اي مرمى من المرمين خلال المباراه. وبعدين النادي الاهلي الكره كانت رايحه في اتجاه مرمى النادي المصري اكتر بالظبط. وبعدين النادي الاهلي يمكن 3 مرات اضعاف عدد تصويبات النادي المصري، فبالتالي زي ما بقول لحضرتك خبرات النادي الاهلي واللاعبين وطبعا الاستعداد الجيد، وبعدين كمان النادي الاهلي لسه لعب مباراه قويه جدا ضد نادي الزمالك، فده يدل على حضرتك ان هم يمكن مباراتين في اقل من اسبوع. فده اعتقد ان احنا كمصر مش متعودين على اللود ده. حضرتك عارف ان ماتش الزمالك ده ماتش تقيل جدا، ودي بطوله سوبر وفيها سفر، لك عارف ان السفر ده بيبقى متعب جدا للعيبه ومحتاج استشفاء بطريقه معينه، ومحتاج ان انت تتعامل مع مباراه بشكل معين. فبالتالي 18 تصويبه، 5 على يعني بالنسبه للنادي الاهلي، 5 على المرمى و13 خارج المرمى. نتكلم على العرضيات، بنتكلم على علي معلول، بنتكلم على احمد فتحي، بنتكلم على 7 عرضيات صحيحه، وده رقم كويس جدا جدا في يعني لما نيجي نتكلم على عرضيات كروسات معموله بشكل جيد جدا. 7 ده يعني اعتقد ان ده حاجه يمكن كويسه جدا. بنتكلم على العرضيات الخاطئه 18 عرضيه، فاحنا بنتكلم على الاثنين هنلاقي ان احنا معديين يمكن 25 الكروس، فبالتالي دي حاجه برضو يمكن كان النادي الاهلي مركز عليها ان هو بيلعب على الطرفين. وبعدين حضرتك لما نيجي نبص على اللقاء هنلاقي ان دايما الطرفين علي معلول في الاول كان عنده بعض الالتزامات الدفاعيه، وده كان حضرتك عارف ان علي معلول قوته في الهجوم. دايما حضرتك ايه المدير الفني لما بيجي يتكلم مع لعيبته يكون عنده باك ليفت مميز او باك رايت مميز، يتفق مع نص الملعب مع الهاف ديفندر او الديفندر المسؤول عن منطقه نص الملعب، يقول له لما الباك ليفت يطلع اوقف مكانه لحد ما هو يرجع تاني ياخد نفسه. لازم يكون في تنسيق، عشان احنا عندنا دلوقتي الاهلي بيلعب باربعه اتنين تلاته واحد. الطريقه دي يا حضرتك يا استاذ محمد عشان نشرحها للناس، انت لما بتيجي تهاجم بتهاجم بخمسه وبتدافع بخمسه. الباك ليفت لما بيهاجم الباك رايت لازم يقف، الباك ليفت لما بيهاجم لازم واحد بنص الملعب يدافع. احنا عندنا عمرو السوليه وحسام عاشور، واحد منهم بيدافع واحد منهم بيهاجم، بيغطي مكان معلول لما بيتقدم بالظبط. فاحنا عندنا المنظر لما بيكون علي معلول بيطلع يهاجم، يبقى عندنا احمد فتحي
الفتحي واقف ضامن طبعا شويه، عندنا طبعا يمكن سعد سمير، عندنا ايمن اشرف، عندنا واحد من نص الملعب سواء حسام عاشور او سواء عمرو السوليه، زائد طبعا الثلاثه اللي قدام عبد الله السعيد واجاييه ووليد ازارو، فبالتالي بتدافع بخمسه وبتهاجم بخمسه. بس الكلام ده طبعا هو اللي بيحصل دايما نظريا، ان دي الشكل التغطيه الاساسي للباكين، الباك رايت والباك ليفت، بس احيانا بيبقى في لاعب استثنائي اللي بيقدر يؤدي بنفس الدرجه بدنيا وفنيا الدورين بدرجه كبيره، لاعب زي احمد فتحي احيانا بتشعر انه قادر يشيل العبء هجوميا ودفاعيا لان عنده الجانبين بنفس درجه الايجاب. ما انا هقول لك على حاجه، لو في بعض الاوقات بيبقى عندنا راس حربه واحد بس واقف ما بين الاثنين مساكين، ممكن الباك رايت يبقى عنده حريه شويه انه يطلع يهاجم، لكن لو اثنين روس حربه واقفين اثنين على اثنين ما ينفعش الباك رايت او الباك ليفت يطلع، فبالتالي يبقى كده ما فيش لاعب زياده بيغطي يعمل دور الليبرو. فبالتالي ان احنا عندنا عدد ارتكاب الاخطاء للنادي الاهلي كان 27 خطا، وده يدل ان بعد اول ربع ساعه زي ما احنا قلنا بدا ضغط شديد جدا من النادي الاهلي على النادي المصري، بداوا ان هم يستغلوا كل المساحات اللي موجوده، فبالتالي ادت الى اخطاء. الناحيه الثانيه المصري 27 خطا لصالح على النادي الاهلي، على النادي الاهلي المصري 19 خطا، فحضرتك بتتكلم على برضه ايه، بنتكلم على عدد الاخطاء، ده بيدل على ان كان في محاولة استخلاص كرة من النادي الاهلي بشكل رهيب وكبير على النادي المصري، وكان في ضغط وكان في بريشر، وعليك عارف ان طبعا ايه ان 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 الف ب الضغط بيبقى طبعا بيولد اخطاء، فطبيعي جدا ان انت لما يكون عندك يعني مثلا الكرات بقى اللي فيها التحام، الكرات المشتركه اللي فيها فاي التحام سواء بقى تاكلينج سواء استخلاص كرة سواء كتف قانوني، سواء مثلا كرة بتتلعب مثلا من ضربة مرمى او فاول بيبقى فيها مثلا التحام. زائد حاجة تانية حضرتك مهمة جدا، ان هنلاقي ان النادي المصري كان بيعمل حاجه النادي الاهلي استغلها بشكل كويس جدا، وده برضو على يدل على اللياقه البدنيه العاليه جدا على النادي الاهلي، ان النادي المصري كان كل ضربات المرمى كانت بتتلعب وان شوت، حضرتك عارف كره طويله فكلهم مقطوعين، كلهم من نصيب النادي الاهلي، لكن احنا الناديين في العالم لازم نتفرج عليهم ونتعلم منهم يعني ايه نبدا هجمه من تحت، ويعني ايه ما نطفش. هو مانشستر سيتي وبرشلونه دول بيقدموا للعالم كله نموذج في ازاي ابدا الهجمه من تحت، ازاي العب حارس المرمى ابتدي ابني الهجمه. حضرتك لو تلاحظ بيب جوارديولا، ومش هقول بقى فالفيردي، هقول ان اي مدير فني بيجي على برشلونه لازم من سياساته يختار حارس مرمى لعيب كوره بيعرف يلعب برجليه، تمام، مش مجرد حارس مرمى، يعني مثلا نوير احسن حارس مرمى في العالم بس ما يمشيش مع بيب جوارديولا ولا مع سياسه برشلونه. برشلونه ما عندوش القدره على ما بيعرفش يحضر يعني مع الفرقه في بدايه يعني الهجمه، او انهم يسندوا عليه كتير في الملعب كلاعب. بالظبط. فطبعا احنا جينا طبعا لو بصينا على الكره الصفراء هنلاقي طبعا خمسه على النادي الاهلي، ده طبعا يدل على الضغط ايضا، كل ده نتيجه على الضغط النادي الاهلي. الناحيه الثانيه اكيد كلامك كمان اعتقد ان كان في مؤشر الناس وهي بتتابع المباراه رغم الضغط اللي اشرت له في بدايه كلامك، انه النادي الاهلي خارج من مباراه قمه، مباراه دايما بيكون مسبوقه بضغط عصبي طبعاً. لها تدريبات نفسي كل حاجه، لها بطوله خاصه وبعدها مباراه كاس السوبر. الناس شافت ان الاهلي كان الافضل بدنيا وهو المتفوق بدنيا، درجه بدا كتير من المشاهدين خلال اللقاء يقولوا انه المصري مش هيقدر حسب توقعاتهم يجاري الاهلي بدنيا في الشوطين الثالث والرابع. طبعا ان الاهلي الحمد لله ما وقعش بدنيا. انا شايف حضرتك ان هي بعد اول ثلث ساعه بدات الامور تتبدل بالتمام، يعني بص حضرتك انا من وجهه نظري، يعني يمكن بما ان لعب كوره سابق ويمكن لعبت قبل كده، انا شايف ان النادي المصري كان بيحاول طبعا ودي كانت طبعا حاجه تحسب طبعا الكابتن حسام، هو عارف امكانيات لعبته وعارف قدرات البدنيه والفنيه عند لعبته، ودي حاجه مهمه جدا لما يكون المدير الفني عارف امكانيات لعبته ايه، فهو كان عايز يوصل المباراه لابعد نقطه ممكنه هي ركلات الجزاء، لكن طبعا دول الخطا، يعني طبعا دول الخطا، والخطا ده هي كره مش كان بيستهدف الوصول للشوطين الثالث والرابع لانه بيعتقد ان فريقه افضل بدنيا من الاهلي، هو بيستهدف الوصول ركلات الترجيح. طبعا ده كان التارجت واضح على طبعًا بالنسبه للجهاز الفني. ما هو انا اقول لحضرتك على حاجه، هي كره القدم الاهداف بتيجي نتيجه عن اخطاء، فالنادي الاهلي استغل خطا اللي اتلعب لحارس المرمى بشكل معين، ودي تتحسب على فكره. طبعا انا شايف يمكن في هجوم، يمكن الناس او الجمهور وليد ازارو بينتقد وليد ازارو، لكن لما بيعمل حاجه حلوه ما حدش بيقول كلمه، ما حدش بيتكلم كلمه صحيح. حلوه تمام، ده كلام مهم. انا كنت عايز اسالك عن ده اول ما اتعدت اللقطه، واحنا يعني مخرجنا عاد لنا اللقطه اكتر من مره دلوقتي احمد جمال طبعا والفريق الموجود معاه في غرفه التحكم او في الكنترول. الحقيقه اللقطه دي قبل ما نتكلم عنها وتحليلك لها فنيا واسباب وقوع الحارس في الخطا ده، وطبعا استغله بشكل رائع وليد ازارو احرز الهدف، لكن وليد ازارو مش بس الهدف، وليد ازارو طول المباراه عايز اعرف رايك في مدى اجابته، لاني كنت شايف على المستوى الشخصي انه بيتحرك
بافضل شكل ممكن كراس حربة او كمهاجم. انا عايز اقول لك بيضغط بشكل رائع جدا. اولا الكره دي مش صدفه، في كره زيها في ماتش الزمالك لكن ضيعها. تمام، هو بيعمل ايه وليد ازارو؟ هو من المهاجمين اللي بيبقى عندهم، ودي حاجه نادره، انا مش بتكلم كده لا عشان خاطر على قناه النادي الاهلي ولا بنتكلم في حق النادي الاهلي، لا احنا بنتكلم بما يرضي الله. ان وليد ازارو انا شايف ان هو من المهاجمين اولا يوم عن يوم بيكسب ثقه الجماهير وثقه نفسه، بياخد ثقه في نفسه عاليه جدا. ايمان الكابتن حسام بدري بيه ده بيديله ثقه. ثالث حاجه هو عنده يا استاذ محمد هو فايتر. حضرتك انت عندك نوعين من رؤوس الحربه، يا اما واحد يكون فايتر وبيجري وبيتزحلق، او اللي هو بيجي له الكوره واللي هو بتاع منطقته 18 اللي هو بيجي له الكوره بيلعبها بدماغه اللي هو بيخطف الجون من نص فرصه. تمام، يعني وليد ازارو فايتر، يعني زي وين روني فايتر، بنتكلم على يعني مثلا زلاتان ابراهيموفيتش مش فايتر بس بتاعته بيخلص. فانت عندك نوعين من رؤوس الحربه. فوليد ازارو الكوره لما جات له دي مش صدفه، دي جات له في ماتش الزمالك وكان هيجيب منها هدف غلطه احمد الشناوي، واستغل. هو دايما بيبقى عارف ان حارس المرمى ممكن يغلط، فبالتالي انا لازم العب على التوقع ان المهاجم ممكن يغلط. حضرتك دي حاجه صعبه جدا انك تتوقع ان الراس ان المدافع او حارس المرمى ما يغلطش، دي كارثه. لكن لما انت تكون راس حربه وعايز تكون مميز لازم تكون عندك السنس ان انت ممكن تحط في دماغك ان الحارس ممكن يغلط، وممكن يغلط اكتر لو انا عملت عليه بريشر، ولو عملت عليه بريشر وما غلطش ممكن الشوطه تطلع بره اوت، ممكن تيجي لفريقي. فانت عندك ثلاث حلول هو بيلعب عليهم والثلاثه بيكسبوا. اعتقد كمان انه حاليا من افضل مهاجمي الدوري المصري في حاجتين، اولا هو سبرنتاته قويه جدا، سبرنتاته عاليه جدا، يعني هو كسبرنتر مهاجم مميز، سرعته عاليه في الملعب في المساحات اللي بيتحرك فيها للضغط على الخصم او بالكوره او كمشاركه في هجمه بيبنيها فريق الاهلي في الامتار الاخيره من الملعب او قبل الوصول لمرمى المنافس. في نفس الوقت قدرته على الضغط وانه يلعب بروح القتاليه اللي اشرت لها انه لاعب فايتر طول المباراه، مش في اوقات او اجزاء منها، لا مظبوط، طول المباراه منحنى اداؤه بالشكل ده. يعني حضرتك انا في كوره في ماتش الزمالك لو قدرنا نعرضها، ان احنا كوره احمد الشناوي اللي هو ضيعها، والناس طبعا كانت متضايقه منه جدا، ان هو بيلعب على الحته دي طول ال 90 دقيقه دايما بيلعب على اخطاء الناس. يعني حضرتك دي برضو شطاره الراس الحربه، ان انت ازاي تبقى عارف او حاطط في دماغك ان انت مش مهاجم كسول، انا مش المهاجم اللي هستنى الكوره تجيلي، لا انا هروح واستلم الكوره. بص حضرتك يمكن مثلا هدي لك برضو حاجه برضو كده فنيه، احنا مثلا جونيور اجايي ومؤمن زكريا، الفرق بين الاثنين ايه؟ ان جونيور اجايي ينفع في المباريات اللي بيكون بتلعب ضد فريق تقدر ان انت لما تنزل تستلم الكوره من تحت تقدر تاخدها وتلف وتعمل مساحات. مؤمن زكريا بينفع عشان هو بيبقى موجود جوه على طول. مؤمن زكريا على فكره يمكن من هدافين النادي الاهلي، مؤمن زكريا بيبقى موجود في القلب في حضن المدافعين فيقدر يخطف لك اي حاجه. فده حاجه. لكن وليد ازارو ده اللي احنا بنتكلم ان هو فايتر طول الوقت على طول سرعات، بيحاول ان هو يجيب اي حاجه. حضرتك قلت سريع جدا، يمكن عنده بيعرف يلعب بدماغه، بيعرف يلعب برجليه. الناس في الاول ما كانش في كيمياء ما بينهم وبين وليد ازارو، الناس كانت بتتكلم عن قدرته على استغلال الفرص لانهم شافوا انه احيانا بيضيع اهداف سهله. تمام، اعتقد ان ده بيمر بيه اي مهاجم في مرحله وانسجام مع مرحله، يعني مرحله انه يتعود على طريقه اداء فريق جديد. بس الحقيقه في ماتشات ثانيه بنشوفه بيحرز هدفين وثلاثه في مباراه، يعني هو يعني عنده معدل اهداف جيد جدا. يعني هو جاب في ماتش الزمالك هدف، ضيع هدف بس جاب هدف. مباراه الفاينل في طبعا السوبر ومباراه مهمه جدا، جاب هدف في مباراه خلصت 1-0، وكمان الهدف هو سبب فيه. يعني هو حضرتك ما حدش عمل له اسيست، لا ده هو جري على الكوره يمكن عمل هدف من لا شيء. يمكن ده ماتش الزمالك. بص حضرتك وليد ازارو، بص الضغط اللي موجود ما بين مؤمن، بص هو على طول بيعملها، هو بص، ما هي دي بقى الربط، طريقه لعبه على طول، هي هو ده الربط. يمكن انا لو مدير فني احب نوعين من رؤوس الحربه دي، اللي هو الفايتر والرخم واللي يضايق المساك، اللي المساك يبقى خايف يستلم الكره بسببه، بيضايقه يعني، وبتلاقيه بيتحرك في كل حته ويلاقي كوع مثلا كوع في جنبي لما اطلع اخد منه كوره، ويلاقيه بيشدني ولا ايه. بص انا يعني كمساك، لو انا واقف حضرتك انا بفكر كمساك وبفكر كراس حربه، انا كمساك لما الاقي نوعيه من راس حربه دي انا بتضايق. يعني اولا راس الحربه ده ممكن ما يجيبش بس ممكن يهد دفاع، فبالتالي الناس اللي جايه من تحت تستفيد، وممكن يغلط المساك او المدافع او حارس المرمى في الكره توصل لحد تاني من الفريق. وكمان شفنا ماتشين ورا بعض، ماتش الزمالك وماتش السوق وماتش المصري، اتنين كورتين بنفس الطريقه، لكن الواحده جابها وربنا وفقه فيها، الثانيه ما حلفوش التوفيق. لكن ان احنا لو رحنا يا استاذ محمد على بقى ايه تفصيلا، احنا كده اتكلمنا على الاحصائيات، هنتوقف قليلا مع اللقاء ده
ونرجع نكمل كلامنا ونسمع باقي رؤيتك للمباراة، الأرقام والإحصاءات والجانب الفني هنتكلم عنها، لسه عندنا حاجات كتير قوي هنتكلم عنها، وعايزين كمان نستعرض معاك باقي أو تقييمك لباقي نجوم الفريق وحالتهم بدنيا وفنيا في اليوم ده. بشكل خاص طبعا محمد الشناوي كان من أفضل العناصر وتألق بإجماع الآراء، كان في أفضل حالاته، والحقيقة مبشر جدا من وقت ما تولى المسؤولية أو بدأت الثقة فيه إنه ياخد المباريات الرسمية في الفترة الأخيرة، مع المنافسة طبعا مع شريف وأحمد عادل وهم كلهم كوادر مميزة، لكن أعتقد إن الشناوي بدأ يحصد مساحة كبيرة جدا من الثقة في قدراته كحارس مرمى، وناس كتير بدأت ترشحه بقوة خلاص لمنتخب مصر في الفترة الجاية. هنرجع نتكلم عن الشناوي وعن كل نجوم الفريق ومن كان الأبرز في هذه المباراة، أو مين كان في أفضل حالاته فنيا وبدنيا في المباراة اللي فزنا بيها على المصري 1-0 في كأس السوبر، وحصلنا على كأس السوبر للمرة العاشرة في سجل بطولات النادي الأهلي على مستوى كأس السوبر المصري تحديدا. هنرجع نكمل كلامنا مع نجمنا الشاب الكابتن عمر ربيع ياسين، ولكن بعد متابعة هذا التقرير ولقاء مع كل من الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن أحمد أيوب. من داخل غرفة ملابس صحيفة النادي الأهلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. كابتن سيد، مبروك الفوز بالسوبر في وقته، اشتغلتوا عليه بشكل جيد جدا بعد ما كنت في الزمالك، لكن تعليقك على المشهد النهارده اجمالا من البدايه حتى صفاره النهايه. الحمد لله طبعا على كل شيء، يمكن قلنا من اول ما خرجنا من القاهره قلنا ان احنا عندنا مباراه صعبه مع الزمالك في البدايه، وبعدين عندنا فتره زمنيه قليله جدا ما بين المباراه والثانيه، لكن الحمد لله رب العالمين يمكن استفدنا في لعيبتنا وشخصياتهم وتفكيرهم وعقولهم، لو سمحت وعقولهم ومدى تركيزهم وقدرتهم على الفصل او مقدرتهم على الفصل ما بين المباراه والاخرى او ما بين البطوله والثانيه. مباراة احداثها شفتها ازاي يا كابتن سيد، خاصه ان الاهلي بعد الدقيقه 90 ودخلنا اكسترا تايم كان في قلق، لكن مع ذلك الاداء البدني كان مهم جدا مع الشغل الفني. الحمد لله رب العالمين، يعني انت بتشتغل كفريق واحد سواء كان جهاز فني او لعيبه او منظومه بشكل عام، يعني انت بتحاول تحقق الهدف بالنسبه لك مهما كان التعب ومهما كانت الارهاق ومهما كان الارهاق او الجهد اللي بتبذله، اعتقد ان هو يعني بيرخص قوي او بيهين عليك جدا لما بتحقق الهدف بتاعك يعني، وعلى قد الهدف انت بتتعب، يعني عشان توصل لحاجه كبيره جدا بالتاكيد لازم يبقى فيها تعب كتير قوي. يعني الحمد لله طبعا من حق كل اهلاويه تفرح ومن حق كل مصر تفرح بمباراه النهارده، لكن كمان يعني هو ده اللي انت شايفه واللي انت عارفه، ان انت من بكره هتبدا تستعد تاني للمباراه في منتهى الاهميه اللي هي مباراه يوم الثلاث مع طلائع الجيش، ومش هننسى ان هي الفرقه من الفرق اللي اتعادلت معانا في الدور الاول. يعني انا عايز الحقيقه قبل ما تفصل، ان انا عارف بعد ما تركب الطياره خلاص السوبر بالنسبه لكم انتهى وهتفكروا في المرحله الجايه، لكن ايه اللي ممكن تقولوا للاعيبه في التوقيت الحالي، خاصه بعد فتره كان في اهتزاز شويه نتيجه ضغط مباريات واصابات، لكن من اول مباراه بتروجيت بعد كده الفوز 3-4 والفوز على الزمالك والنهارده السوبر. لا يعني بص، انت في الاول والاخر يعني بالتاكيد بتحاول ان انت تعمل حاجه كويسه، تدي دوافع جديده، تبدا تتكلم مع اللعيبه في امور مهمه جدا، وخصوصا في الموسم ده لازم الناس تبقى عارفه كويس قوي. يمكن احنا بالنسبه لنا عشان طبعا كانت بطوله افريقيه فعندنا مؤجلات، فالمؤجلات بتاخدنا او بتضطرنا ان احنا نلعب على عدد زمني او على عدد مباريات في فتره زمنيه قريبه، فبالتالي بتبقى فيها صعوبه يعني. لكن في النهايه ثقتنا في كل المجموعه، ثقتنا في كل اللعيبه، يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى نقدر كمان ان احنا نواصل، لان هي مرحله في الموسم انتهت اللي هي مرحله الدور الاول ومرحله السوبر، وبعد كده هتخش على الدوري او نهايات الدوري او الدور الثاني من الدوري، وبعدين الكاس وافريقيا باذن الله. البطوله يا كابتن سيد. يا الحمد لله على كل شيء. بينضم لي في هذه اللحظات ايضا الكابتن احمد ايوب وفين الميداليه؟ طيب ماشي. مبروك الفوز، مبروك الميداليه السوبر، تستحقوها عن جداره، مكسب مهم جدا، لكن بجد الجهاز الفني شغال بعيد عن كل الضغوط الموجوده، لكن بتفكروا بشكل ايجابي جدا في مصلحه الفريق. لا طبعا، ان في الاول وفي الاخر يهمنا مصلحه الفرقه ومصلحه النادي، كلنا منظومه واحده يعني بنشتغل عشان نحقق ده. كابتن حسام بيدير المنظومه وبيوصل للناس الاهداف المطلوب تتحقق سواء للعيبه او للجهاز، الحمد لله ربنا بيوفقنا، منظومه عمل ناجحه، يعني بناخد كل خطوه بهدوء وكل خطوه لوحدها، ما بنحبش نستعجل، الحمد لله يمكن في اسبوع واحد كسبنا الزمالك ودي بطوله طبعا معنويه لينا ولجماهيرنا وللنادي، نفس الاسبوع بتكسب بطوله السوبر، يعني بتدخل بطوله جديده للنادي، بتدخل كاس، احنا كنا خاصين بطوله هنا السنه اللي فاتت من يعني بركلات الترجيح، كان يهمنا جدا السنه ان احنا نكسب، يهمنا ان احنا نفرح جماهيرنا اللي تعبت وكانت ماليه الاستاد وجايه ورانا من كل مكان في الامارات وجايه من 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 مصر، فالحمد لله يعني يمكن الناس اجتهدت، الناس تعبت، الناس اشتغلت، احترمنا فريق المصري، يمكن فريق المصري عمل مباراه مميزه النهارده، يمكن غير عناصر كتير
كتير، عنده عناصر مميزة أضافت له، ولكن الحمد لله التوفيق كان معانا. يمكن أحرزنا هدف ولكن ضيعنا أهداف كتيرة كانت ممكن تغير، يعني ممكن المباراة تكون نتيجتها غير كده، ولكن يعني الحمد لله في البداية في النهاية هي مباراة ببطولة بتكسب اي مكسب عشان تحقق البطوله، وده الاهم الحمد لله. فكره بقى انك تلعب بسعد سمير كانت مفاجاه بالنسبه لنا كلنا بصراحه، لان سعد معدل التدريبات ليه كان اعتقد ما كملش اسبوع حتى اليوم، وكان بغايب له شهر ونص، كانت مفاجاه بصراحه. مفاجاه ان سعد يلعب ولا يعني مفاجاه يبدا المباراه بعد فتره طويله؟ يعني انتوا اشتغلتوا عليه، كنتوا بتحضروه بشكل كويس، اكيد انتوا ما طلعتوش بيه فجاه، انتوا اكيد كنتوا بتفكروا فيه ومحضرينه. اكيد يعني الفتره الاخيره كان عندنا ضغوط كتيره نتيجه الاصابات، وكانت ضربت الفرقه في مركز واحد ضغوط كبيره، الحمد لله تعاملنا معاها بشكل يعني مناسب وبشكل جيد، وكان في توفيق ربنا طبعا. طبعا كتر خير سعد النهارده، يمكن بعد غياب بياخد مباراه 120 دقيقه، يعني انا بشكره وبشكر زمايله وبشكره خصيصا لانه لعب المباراه ولعب 120 دقيقه. ضحكوا عليا 120 دقيقه، ضحكوا عليا، ما كناش متفقين على كده. انا لسه بسال سعد على فكره، استنى خليك معايا يا سعد، انا كنت لسه بسال كابتن ايوب بقول له انتوا فاجئتني وفاجئتوا الكل، بس اكيد ما فاجئوكش انت. لا كابتن ايوب هو اللي فاجئني. مبروك عليا بصراحه، مبروك يا كابتن. طبعا يعني بنشكره وقدم مباراه كبيره بعد غياب، بعد غياب فتره طويله، طبعا حمل كبير عليه ولكن كان على قد المسؤوليه. يعني طبعا يعني بنشكره وبنهدي له طبعا كمان هو كمان البطوله، ولكن هي مش مفاجاه، سعد لعب مميز وبيلعب اساسي ولعب قبل كده كتير، يمكن الاصابه بعدته فتره طويله، ولكن كنا محتاجينه للمباراه دي نتيجه غياب رامي. يمكن لما بنحتاج هاني في بعض الاوقات بيشترك في مباراه في المكان ده، ولكن الاختيار النهارده كان سعد مكانه، وحته الجاهزيه طبعا هو كان في دماغ الجهاز الفني، ولكن الحمد لله في النهايه يعني انت بتجتهد وتوفيق ربنا في النهايه يعني الحمد لله. قول لي بقى البطوله كام يا كابتن ايوب؟ بالنسبه لي يعني بالنسبه لكابتن احمد ايوب والله مش يعني انا مش كابتن سيد قال لي البطوله كام؟ ماشي مش عارف، بس يعني تقريبا ممكن 11 12 يعني، انا يعني مش حاسبهم بالظبط يعني، مش انا يعني يعني بقى يعني يعني مش بشغل نفسي بالارقام على قد ما بشغل نفسي بين الواحد يشتغل ويجتهد وطول الوقت بحضر نفسه وطول الوقت عاوز الفرقه تكسب وتحقق بطولات، يعني بسيب الناس بقى هي يعني الناس اللي عندها الاحصائيات والارقام هي اللي تقول، لكن الاهم بالنسبه لي ان انا اشتغل واجتهد وخلاص يعني. كانت ممكن نتيجه الماتش تكون اكتر من كده، اكبر من كده؟ يعني كان ممكن السيناريوهات تبقى كتير يعني، خلي بالك انت ضيعت خلال المباراه وضيعت في الوقت الاضافي، ولكن المباراه كانت مقفوله في بدايتها. احنا لو ما كناش حظنا كان وارد كمان نوصل لضربات الجزاء، وما كناش عارفين ايه السيناريو اللي ممكن يتم، ولكن انا بقول ان ربنا يعني وفقنا، ربنا ادانا البطوله عشان احنا اجتهدنا واحنا نستحق البطوله يعني. ايوب مبروك، واللي جاي افضل كمان وكمان ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا. على نادي عظيم وكبير، بطولات انجازات، مشوار مليان اساطير، جماهير بتغير على نادي عظيم وكبير. We're gonna make it.
لسه بنحتفل مع حضراتكم بفوز النادي الاهلي بكاس السوبر المصري للمره العاشره، وكنا بنتابع على الشاشه لحظات او جانب من الاحتفال ومراسم تسليم الجهاز الفني واللاعبين كاس البطوله والميداليات، بحضور طبعا مجلس اداره النادي والمسؤولين في الجانب الاماراتي، ومسؤولين ايضا بيمثلوا النادي المصري البورسعيدي، مسؤولين من مجلس اداره النادي المصري بالتاكيد حضروا اللقاء، فضلا عن طبعا مجلس اداره النادي الاهلي كان حاضر ومشارك في هذا الحدث المصري الرياضي المهم في الامارات وفي استاد هزاع بن زايد، وكان الحضور طبعا وتسليم الكاس وميداليات البطوله بحضور اعضاء مجلس الاداره وفي مقدمتهم رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، والفرحه كانت باينه طبعا على وجوه الجميع. ان شاء الله تتوالى الانجازات والانتصارات للنادي الاهلي على مستوى كره القدم وعلى مستوى كل اللعبات الاخرى في المنافسات المحليه والعربيه والافريقيه، والعوده بقوه في الفتره الجايه ان شاء الله، وتطوير رياضي كمان مامول يحدث في الفتره الجايه لمشاركه وتاثير وايضا دعايه للرياضه المصريه بشكل عام من خلال انجازات اكبر ومشاركه بشكل اكثر تاثيرا وحضور دولي اقوى ان شاء الله في المنافسات الرياضيه الدوليه وعلى مستوى كره القدم ايضا في المقام الاول. معنا نجمنا الشاب عمر ربيع ياسين المحلل الفني وواحد طبعا من فريق أسرة قناة الأهلي بشكل عام، وهيكون إن شاء الله بإذن الله من العناصر اللي بنتوقع لها مستقبل متميز وكبير في مجال التحليل الفني لمباريات كرة القدم على المستوى الدولي والمستوى المحلي. أهلا بك مرة ثانية كابتن عمر ربيع ياسين، وقبل ما نبدأ نتكلم عن باقي العناصر اللي شايفها كانت في أفضل حالاتها أو الأكثر تأثيرا بوجودهم في فورمة عالية فنيا وبدنيا من نجوم الأهلي في هذا اللقاء، كنا بنتكلم عن الأمرين، مجهود وليد أزارو لإحراز الهدف وضغطه الشديد اللي قلت أنه بيتميز بيه في كل المباريات على المدافعين والحراس، كمان لازم نفسر خطأ حارس المصري مسعود مع تأكيدنا أنه أدى بعيدا عن هذه الكرة مباراة جيدة جدا، وأن الأخطاء بتحدث في كرة القدم ومش بيقيم لاعب من خلال خطأ واحد، لكن استغلناها بالشكل الأمثل ووليد أزارو يحسب له استغلال هذا الخطأ بهذا الشكل. طبعا مبدئيا يعني دايما حط نفس يعني حط نفس حضرتك مكان حارس المرمى، حارس المرمى دايما في الموقف زي ده لما الكرة تجيله هو اولا بيكون عنده طبعا ثقه عاليه جدا، ثقه في نفسه، ماشي كويس جدا شوطين، دخلنا في شوط اضافي، فبالتالي الامور بالنسبه له حسابيا مين راس الحربه اللي هيفكر ان هو بعد ساعه ونص جري وبعد 10 دقائق من الشوط الاضافي الاول ان هو يجري ويعمل مجهود ويضغط عليا ويحاول ياخد مني الكوره. راس الحربه دايما بيفكر، يمكن 80% من رؤوس الحربه بيفكروا في كوره زي دي لما 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 الكوره تبقى ما بين المدافع او الباك ليفت لما تكون راجعه لحارس المرمى، ان حارس المرمى خلاص يا اما هيلعبها يا اما هيشتتها، تمام؟ فبالتالي هنا وليد ازارو عمل اللي ممكن حارس المرمى المصري ما توقعهاش، ان هو ضغط وكان عنده اصرار وعزيمه وحط تحتيهم دول 200 خط. ليه؟ ممكن كان يروح ويبقى جريته او اقتحامه على كرة اقتحام سلبي او تاديه واجب، اللي هو ايه؟ اللي هو انا ايه؟ انا هعمل اللي عليا عشان الكابتن قال لنا اضغطوا فانا هروح اضغط، لكن هو عمل ضغط ايجابي جدا وضغط فعال. فبالتالي هنا حارس مرمى المصري فكر في حاجتين، اول حاجه زي ما انا قلت ان هو العامل البدني، ان ما فيش راس حربه هيفكر ان هو هيروح يقطع الكوره او هيضغط ضغط ايجابي يضغط ضغط سلبي. تاني حاجه الثقه الزائده في النفس، وده امر او ربما طبيعي كمان انه جدا ما حسبش حساب دقيق لسرعه وليد ازار انه هيوصل له، هيبقى في مواجهته قبل ما يسدد الكوره في اللحظه دي بالسرعه دي. لكن للاسف يعني طبعا احنا بشر في الاول وفي الاخر، الكل بيخطئ والاخطاء بتحصل في كرة القدم، وبعدين يعني اهداف كرة القدم نتيجة عن اخطاء. لو انت ما اخطأتش مش هجيب هدف. صحيح. ممكن انت تخطئ، كان ممكن حارس المرمى يخطئ وليد ازارو يطلعها بره، فبالتالي ما كانش هيبقى فيه مشكله، لكن حظ حارس المرمى ان وليد ازارو استغلها وجاب منها هدف، الهدف الحاسم كمان، وكمان 1-0، وكمان ما فيش وقت. يمكن كانت حاله نادي المصري، مع احترامنا طبعا الكبير جدا للمدير طبعا لمدربه كابتن حسام والجهاز الفني بالكامل، ان حاله المصري ان هو لو كان لعب بعد الجون ده، لو كان لعب كمان ماتش تاني بالحاله البدنيه اللي هو فيها ضد النادي الاهلي، ما كانش هيعرف يجيب هدف. بالعكس الاهلي كان اقرب، كان في فترات الاهلي لسه بيضغط فيها لاحراز هدف تاني واضاع عده فرص، منها بعد نزول كمان مؤمن زكريا والنشاط اللي حصل يعني طبعًا خط الهجوم بالنسبه طبعًا للفريق او لاعبي الوسط المهاجم، ده كان بعد ما تقدمنا بهدف طبعًا. كان لسه الاهلي بيضغط لاحراز اللي بقول لحضرتك عليه، ان المصري كان عنده امل كبير جدا ان هو كان يوصل مع الاهلي لضربات الجزاء. ليه بقى دلوقتي؟ انا لما اكون بلاعب النادي الاهلي طبعا بطل الدوري بطل الكاس، احنا لو نفتكر برضه ماتش الكاس
اللي بين الاهلي والمصري اللي كان في نهائي كاس مصر. الاهلي كسب في اخر دقيقه تمام في الدقيقه 88 في الدقيقه 89، فده يدل برضو على ان المصري طبعا هاجم وكان مباغت، وطبعا كان يمكن حالته البدنيه ممكن تكون كانت اعلى شويه من المباراه دي. فبالتالي اللي حصل ان نادي المصري في بطوله الكاس كان برضو ماشي على نفس السيناريو، جاب هدف الاهلي تعادل، بعد كده كانوا ماشيين في سياق ركلات الجزاء، لكن خطا دفاعي ايضا بيخلي احمد فتحي يجيب هدف ثاني والاهلي بيفوز. فبالتالي المصري كان عايز ركلات جزاء ليه؟ لما انا اكون بلعب نادي الاهلي والمباراه تخلص بضربات جزاء اطلع اقول انا تعادلت مع النادي الاهلي وخسرت بضربات الجزاء. لكن انا دلوقتي لما اكون مدير فني وبخسر المباراه بنتيجه 1-0 او 2-0 هي خساره. فانا بس بنفكر من وجهه نظر المدير الفني فنيا ازاي بيفكر. تمام، لكن احنا مش بنفترض او بنقول لا، احنا بنتكلم لو المدير الفني ده بيفكر ازاي. فانا شايف ان كل طبعا إن لما اكون بتلعب على ضربات جزاء حضرتك عارف بيكون حماسك او خلاص تركيزك كله هو فرصتي في البطوله من وجهه نظر الجهاز الفني حسب كلامك وقراءه الكثير من المحللين في الوقت ده، ان خلاص المصري الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام حسن بيشتغل على حاجه واحده، التارجت في اللحظات دي او الدقائق دي هو ضربات الترجيح، فبالتالي اللعيبه اي حاجه غير كده خارج حساباته بالظبط كده، فالخطا ده يعتبر لخبط له حساباته خالص او اجاده وليد ازارو وضغطه استغلال الخطا بالشكل ده، لان هو الهدف لا هو خطا الحارس بس ولا اجتهاد وليد ازارو، هو مزيج من الامرين مع بعض. بالظبط. طيب سريعا عشان نختتم لقائنا معاك وان شاء الله يبقى في لقاءات تانية ونشوف طبعا متابعه لتحليلك للمباريات، طبعا المباريات اللي بنتابعها في وسائل الاعلام الرياضيه المصريه وخصوصا بشكل خاص طبعا استوديو استاد الاهلي وقناه النادي الاهلي في الفتره الجايه ان شاء الله، اي متابعات وقراءه وتحليل مباريات دوليه او محليه ان شاء الله يبقى لك طبعا دور متميز ومؤثر جدا فيها. مين اللاعبين سريعا الاسماء اللي شايفهم كانوا في افضل حالاتهم فنيا وبدنيا بشكل عام في الاهلي؟ احنا ناخد باكج خط الدفاع نادي الاهلي عشان خاطر الوقت طبعا، يمكن خط الدفاع نادي الاهلي كان مميز بحاجه مهمه جدا، كان قليل الاخطاء، يمكن دي حاجه مهمه، حضرتك عارف لما يكون خط الدفاع قليل اخطائه ده بيدي ثقه لحارس المرمى، بيدي ثقه لخط نص الملعب وخط الهجوم ومدربي خارج الخطوط. يمكن بنتكلم على سعد سمير، ايمن اشرف، علي معلول، احمد فتحي، بنتكلم على عدد اخطاء في مباريات كلها، بنتكلم على من ثلاث اخطاء لخطا واحد، فدي نسبه يمكن في 120 دقيقه، فدي حاجه يمكن لا تذكر في طبعا في خط الدفاع بيكون من باك ليفت باك رايت اثنين مساكين، بنتكلم على اثنين في نص الملعب، بنتكلم على حسام عاشور، بنتكلم على عمرو السوليه، هم ايه شغلانتهم في الملعب؟ هم ان هم يعطلوا اي هجمات موجوده او جايه من على الخصم عليا انا كنادي الاهلي، فبالتالي نجحوا في ان هم يقطعوا اكتر او يفسدوا اكتر من 10 هجمات كل واحد، فبالتالي احنا بنتكلم على 20 هجمه بالارقام، ان حسام عاشور وعمرو السوليه نجحوا ان هم يقطعوا يمكن قطع الكرات، نتكلم على عمرو السوليه 7 ونتكلم على حسام عاشور على 10، فبنتكلم على 17 هجمه تم افسادهم من خلال عن طريق ثنائي الوسط المدافع. تمام. فبنتكلم طيب هو للاسف ربما الوقت مش هيتسع طيب ان احنا نتكلم او ندي كل لاعب حقه، كلهم كانوا نجوم طبعا فوق العاده في هذا اللقاء، يعني في احسن حالاتهم وكما طبعا اعتدنا دائما، لكن واضح من كلامك انك شايف الفريق كله كان على اعلى مستوى في المباراه دي. بص حضرتك احنا بنتكلم على النادي الاهلي عارف اللي ياخد اللي هو عايزه من المباراه باقل مجهود مع لياقه بدنيه عاليه جدا، لكن اقل مجهود من ناحيه ايه؟ من الناحيه الفنيه، ان هو خارج من اللقاء وعارف ان اللقاء ده لقاء صعب والمصري خصم، فاحنا دلوقتي لو هنتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي بمدربه وبجمهوره هم كلهم كانوا روح واحده وادوا في الاخر ان احنا ناخد البطوله بالشكل اللي حضرتك شفته. بشكرك على وجودك معانا، كلهم كانوا نجوم، ويمكن من الاحاديث اللي دارت واحنا بنسمعك دلوقتي مع زملائي من اسره اعداد برنامج استاد الاهلي انه فعلا يجب الاشاده بالكابتن انيس الشعلاني خطة طبعا الأعمال طبعا زي ما أشدنا بدور الجهاز الفني بالكامل بقيادة كابتن حسام البدري وشغل طبعا مدير الكرة والجهاز طبعا الفني أو المدير الفني والجهاز بأكمله، طبعا أيضا المسؤولين عن الاستشفاء.